السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني على قناتكم هورور بلاير. في هذه الحلقة الجديدة عندنا شرح طريقة تحميل وتثبيت باتش سموك الفيرسيون 9.8.4 للعبة بيس 2017. فهذا الباتش فيه العديد من التحديثات والإضافات داخل اللعبة. كما ترون معي الآن هناك تحديث الانتقالات، كما ترون كل الانتقالات الصيفية، وأيضا تحديث المدربين، يعني وضع كل مدرب للفريق الخاص به كما ترون. وأيضا تحديث التشكيلات الخاصة بالفرق مثل إنجلترا وألمانيا ومصر وإسبانيا كما ترون. أيضا تجدون التشكيلات قد تغيرت للتشكيلات الحقيقية الخاصة بالفرق. وأيضا هناك العديد من الإضافات مثل تحديث الكرات والقفازات والأحذية الخاصة باللاعبين وتحديث بعض وجوه اللاعبين. وهناك العديد من الإضافات سوف تكتشفونها بأنفسكم بعد تثبيت هذا الباتش. والآن سوف نبدأ على بركة الله، لكن كما تعودنا قبل بداية الشرح لا تنسوا الضغط على لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تكون أول من يتوصل بجديد هذه القناة. والآن سوف نبدأ على بركة الله. تقومون بتحميل الملف، سوف تجدون جميع هذه الروابط أسفل الفيديو في الوصف أو الديسكريبشن. تقومون باختيار أي رابط تريدونه، فكلها روابط شغالة. بعد ذلك يأتيكم ملف هكذا. عندما تقومون بتحميل الملف يأتيكم ملف مضغوط بالوينرار، تقومون باستخراج الملف، تقومون بالضغط عليه الزر الأيمن ثم إكستراكت أو استخراج الملف. بعد ذلك يأتيكم ملف هكذا، نقوم بالضغط عليه مرتين ثم سوف الأول، ثم بعد ذلك تقومون فقط بنسخ هذا الملف، لكن يجب أن يكون عندكم الإصدار 9.8.3 لكي يشتغل معكم بدون أي مشاكل. بعد ذلك تقومون بنسخ هذا الملف كوبي، ثم تقومون بالذهاب إلى الأيقونة الخاصة باللعبة، نضغط عليها الزر الأيمن ثم نضغط على أوفري روملاس مودي فيشي أو Open File Location. بعد ذلك نقوم بالضغط على ملف الداونلود، ثم نقوم بنسخ الملف كولي، وبعد نسخ الملف تقومون بالعودة مرة ثانية إلى الملف الذي قمنا بتحميله، ثم سوف تجدون ملف الأوبشن فايل، فهذا أحدث أوبشن فايل، تقومون بنسخه كوبي، ثم تقومون بالذهاب إلى الدوكيمو ثم كونامي ثم ملف برو ايفوليوشن سوكر 2017 ثم ملف السيف، وتقومون بعد ذلك بنسخ الملف ثم تقومون بالضغط على روم بلاس او استبدال الملفات. وبعدها نعود الى الملف مرة اخرى، ثم هنا سوف تجدون صورة لطريقة ترتيب الملفات او التي قمنا بنسخها في ملف الداونلود. كما ترون معي إخواني تقومون فقط بترتيب الملفات على هذا الشكل كما ترون، وهذا هو الملف الذي قمنا بإضافته، ثم تقومون بالضغط على جينيريت ثم أوكي، وبعد ذلك تقومون بالدخول إلى اللعبة وسوف تجدون الباتش أو التحديث شغال معكم بدون أي مشاكل، وأيضا الأوبشن فايل شغال بدون أي مشاكل. وهكذا قد أنهينا الشرح، وفي النهاية لا تنسوا الضغط على لايك أو ديزلايك فهذا يعبر رأيكم في الأخير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو، ودمتم في أمان الله.